موضوع الاندو فيلير اند ميس هابس اند ايرورز. موضوع الايرورز والفيلير اوف اندو تريتمنت من المواضيع المهمة. راح نتعلم هاي المحاضرة أنواع الإيرورز اللي تصير بالإندو تريتمنت وكيفية الكشف عنها وكيفية علاجها. نقسم بشكل عام الإيرورز and causes of failure of Endo treatment إلى several categories in order to discuss and understand the causes and etiology of these errors and in sequence we will discuss the recognition, prevention and the management of these errors. The four main categories in classifying endo errors are the errors and mishaps that occur in access opening, and the errors in instrumentation, and the errors seen in operation. And we have the miscellaneous category. In excess opening, the treatment begin with the proper diagnosis and treatment planning. The error and the not following the proper criteria in diagnosis that we learned in lecture 1 and 2, and we discussed the conditions of the pulp. Not knowing the proper condition and not checking the condition of the pulp will lead to error in diagnosis. So the diagnosis of the pulp condition is very important before proceeding in endo treatment. We know that the pulp have several conditions. Some of conditions are reversible, just removal of the cause and placement of filling can treat the problem. But when endo treatment is indicated, when there is irreversible pulp inflammation or there is necrosis of the pulp or periapical inflammation or lesion. So following proper steps and discussing the criteria to identify the pulp condition and the causative and accused tooth. لازم احنا لما نسوي diagnosis لازم نبحث مثل ما يعني عرفنا بمحاضرة 1 و2 عن other causes of pain in the segment we are treating. أحيانا يجيك tooth with carious lesion ومثلا تشوف اكو بصفه inflammation مثلا pericoronitis مال inflammation of lower third molar. فأحيانا يصير confusion. فإحنا بمحاضرة 1 و2 عرفنا شلون إحنا نقدر نعرف علامات البلبايتس. هذه الأمور لازم تخليها ببالك ولازم توصل إلى diagnosis
محدد وصريح قبل ما تبلش بالتريتمنت. ليش؟ لأن أحيانا أنت ممكن إذا ما تسوي دياغنوسيس صحيح ممكن تعالج دروم. يعني شنو؟ يعني أنت مثلا عندك كافيتي لور 7 وعندك كافيتي باللور 5، ما فحصت أنت الكلاس 2 مثلا باللور 7، ما فحصت اللور 7 بشكل جيد وما سويت بروبينج و دياغنوسيس مضبوط وجيت على اللور 5 رأسا سويت لأندو، بعد هذا العلاج البيشنت راح يظل يشكي من ألم. فلازم تحدد من هو الأكيوز توث بشكل صحيح، ولما نتحدد الأكيوز توث لازم تعتني بالأكسس أوبنينج. أحيانا مثلا أكو عندك نان فايتال لور سنترال انسايزر، فتتجي مثلا لما تسوي اكسس ممكن انه تتوهم وتسوي الاكسس للور مثلا سنترال انسايزر المجاور. فيجب ان تحدد الاكيوز توث بشكل واضح قبل ما تبلش بالتريتمنت. علامة هذا يعني هذا الايرور انه لما تروح الانستيزيا البيشنت راح يظل feel the same pain and the symptoms will remain، وممكن تصير بها زياده، يعني راح يبقى عنده راح يوصف لك نفس النايت بين اللي كان موجود، يقول لك دكتور انت بعد هذا العلاج اني بقى عندي الالم ما استفاديت، نفس الالم اللي كنت اعاني من عنده باقي. فبهالحالة أنت رأساً إذا شفت هذا الشيء ممكن تفحص وتشيك الأجيسنت تيث، ممكن أنت تكون مسوي التريتمنت فور ذا رونج توث. أحياناً نسوي أكسس أوبنينج للأكيوزد توث لكن ما نسوي بالب إكستيرفيشن لكل القنوات. لازم انت لما تفتح access opening اول شيء نسويه بالاندو تريتمنت هو انه نسوي pulp extirpation، نسوي we have to extirpate all the pulp and we have to negotiate all the pulp canals. هذا الارار شو وقت يصير؟ يصير عندك بالمالتي روتد and مالتي كانال تي، يعني من الشائع أو ليس من النادر أن نلقى أحيانا زيادة في عدد القنوات. لازم يصير عندك knowledge about the anatomy. أنا أنصح الطلاب دائما بأنه خصوصا أنتوا بهاي المرحلة الخامسة تفتحون extracted teeth، دائما أنصحكم بأنه تفتحون تجمعون extracted teeth وتفتحون access opening. هم راح يصير عندك انطباع عن البلب anatomy، يعني مكان البلب والعمق مال دنتين وشكل البلب الارتفاع مال البلب هورنز، راح يفيدك هذا الحكي، راح يفيدك بالأوبراتيف. لما تفتح البلب ويصير عندك knowledge about pulp anatomy وال position of the canals راح يفيدك هذا الشيء بالإندو، يضيف لك خبرة كلش مهمة تفيدك بالإندو، تفيدك لما تنتقل إلى clinical steps وتفتح الإندو clinically. فدائما أنا أنصحكم بالعيادة، أنت هنا لما تجي للعيادة أي يوم مثلا أنت ما عندك patient أو جاي للعيادة مثلا و ما مكمل requirement أو مثلا ما حصلت patient أو كملت patient وباقي عندك وقت إضافي، أنصحكم بأنه تفتحون extracted teeth، فتحوا premolar فتحوا molar، شوفوا شكل pulp chamber ومكانات القنوات وين تصير. ترى أغلب شغلنا بال posterior teeth وبالmolars يكون يعني
يعتمد على التكتايل سنسيشن. احيانا ما اشوف القنوات دايركتلي او اندايركتلي بالمرار، غالبا مثلا ابر مولر ابر 7 لما ننفتحه نعتمد على اصابعنا في الديتكشن مع القنوات والفحص القنوات وتنظيفها. فلازم يصير عندك انطباع عن شكل البالب تشامبر مثل ما قلنا ومكانات القنوات وين تصير. هذا يفيدك لما تعوف قناة ما مفتوحة أو ما منظفة أو ما ساحب البلط من عندها، كذلك راح تبقى علامات بالبايتس. البيشنت بعد التريتمنت هم راح يظل يشكي من بالبال بين، راح يخف عنده لكن اكو يظل عنده بالبال بين. فهذه العلاج مالتها انه تقدر انت بالفيزيت الثانيه او حتى ذا بالفيزيت الثالثه مال اوبشريشن تشيك القنوات اللي موجوده وتتفحص في حاله وجود قناه اضافيه وتنظفها بشكل جيد من ال remnants of the pulp. من الايرورز اللي تصير بالاكسس انه يصير احيانا دامج للريستوريشن. يعني شلون؟ يعني غالبا انت عندك احيانا مثلا هذه التوث اللي انت تعالجه اكو بيه فد لارج فولينج واكو بيه كومبلكس فولينج. لما نسوي اكسس احيانا هاي الفولينج تنكسر، او احيانا مثلا اذا كان مغطى بكراون لما انا انصح لما نسوي علاج الى يعني توث وذ كراون ريستوريشن انه ما نسوي ديسلوجمنت وما نسحب هذا الكراون من مكانه، لان احيانا اذا السمنت مالته كان قوي وادهيزف سمنت فسحب الكراون يعرض التوث الى تروما وممكن التوث ينكسر. فانا انصح نسوي الاكسس في وسط الكراون، نحفر الكراون من الوسط اكلوزلي ونسوي اكسس للكانالز بدون ما نشلع هذا الكراون. سحب هذا الكراون من مكانه ممكن يتعرض للكسر. احيانا اكو بي ريستوريشن اكو بي فيلينج ممكن تتعرض هاي الفيلينج للكسر، فالعلاج راح يصير عندك اصعب. ويا يا شباب مو تسمعوني؟ ويا يا بعدكم؟ نسمعك دكتور واضح. ماشي. إذن هذا الـ يعني البريفنشن مال هيتش ايرور راح يعتمد على العناية بالاكسس كافيتي بريباريشن وبالدرولينج حتى نحافظ على الريستوريشن اللي موجودة من ناحية إذا وجود كراون نسوي له فراكشر ونسوي اكسس مينيمال بريباريشن لازم نسوي حتى نفتح فقط البالب شامبر وما نعرض هذا الكراون الى ويكنينج. دائما كذلك اني انبه الطلبه لما نسوي اكسس دائما لما انت راح يصير عندك غياب للمقاومه العموديه، يعني انت راح تنزل بالبير لما علامة الولوج البالب تشامبر هي لما انه البير تفقد المقاومة، معناها انت دخلت للبالب تشامبر. عملك هنا يكون لاترالي، يعني عملك يكون لاترالي يعني فقط تحرك البير بكالي ولينجوالي وميجيالي وديستالي حتى توخر الروف السقف مال البالب تشامبر. لكن
لما تفتح البلب تشامبر بعد احذر الطلبه من الامتداد بشكل عمودي باتجاه الروتس وباتجاه البايفوركيشن اريا. من الوارد انه باللور مولر وبالماكسيلري فري مولر يصير عندك بيرفوريشن بالبايفوركيشن اريا. البايفوركيشن اريا هنا عباره عن ثين دنتين. لما نسوي اكسس وتنزل بالبلب تشامبر بعد البير لا تنزله بشكل عمودي لانه ممكن تسوي بيرفوريشن. هذا البيرفوريشن راح يقلل نسبه النجاح. يعرض لك هذه المنطقه البيريدونتال ليجمنتس هنا الى تروما. ممكن يصير عندنا هنا بيريدونتايتس. علامات اللي تشوفه هنا انه تشوف سيفير بليدنج. اكو بليدنج هنا يختلف، فد ملاحظه ننبه عليها. غالبا لما تفتح توث وذ اكيوت بالبايتس اكو تلقى بلاد وتلقى بليدنج بالقناه، لكن بعد ما تسوي بالب اكستربيشن وتسحب هذا البالب وتغسل القنوات بالهايبوكلورايت هذا البليدنج مال اكسس اوبننج ومال بالب اكستربيشن غالبا يروح. لكن اذا بعد بالفيزيت الثانيه مثلا بالانسترومنتيشن وانت تسوي نيغوشيشن للكنالز وظل يطلع عندك بليدنج، هنا تتوقع انه هذا البليدنج مال بيرفوريشن. فهذا المانجمنت مالته البيرفوريشن سواء بالبايفوركيشن اريا او اذا كان لاترال بيريدونتال بيرفوريشن، المانجمنت مالته انه نخلي فد بايو كومباتبل ماتيريال. كثيره هي المواد اللي تتخلى بالبيرفوريشن. شنو هي؟ شنو البايو كومباتبل ماتيريال؟ يعني ماده هذا البيرفوريشن راح تلاقيه البيريدونتال ليجمنتس، فما نخلي لازم الريتنت ماتيريال. ما ننصح بوضع الكومبوزيت. غالبا المواد اللي يتقبلها الجسم هي كالسيوم هيدروكسيد والام تي اي والبايو اكتيف جلاس ماتيريالز. راح تلقون بالملزمه عده، غالب سابقا كان حتى امالجام يخلون او يخلون الجي اي سي جلاسيونومرسين. في الوقت الحالي ينصح بمور ميتاليك بايو كومباتبل ماتيريالز مثل مينرال ترايوكسايد اجريجيت اللي هو الام تي اي، يكون على شكل باودر وليكويد ويتخلى بالبيرفوريشن اريا. من مزايا الام تي اي، ام تي اي موجود كوميرشالي يعني بالمكاتب قاعد تقولون ما ام تي اي سمنت راح يقدر يعطيك اياه، واكو ام تي اي سيلرز نخليه مثلا نسوي بهن اوبشريشن. هذه الام تي اي ماتيريال الام تي اي سمنت ما يتضرر بوجود المويستشر او وجود البليدنج. اغلب السمنت اللي موجود عندنا او البيست اللي موجود عندنا يتعارض ويا البلد. لما نخليه على بيرفوريشن اريا ممكن انه السيتنج مالته يتخلخل، لكن الام تي اي بالعكس يزيد السيتنج مالته بوجود المويستشر، لذلك يعتبر من المواد الناجحه اللي نخليها بالبيرفوريشن. ام تي اي سمنت هذا بالنسبة للمانجمنت اوف بيرفوريشن. احيانا بالاكسس يصير عندك الضغط والويكنينج مال الاكسس بريبريشن ممكن يسوي لك كراون فراكتشر، فقلنا لازم تستخدم بيارات حادة وجديدة دائما. لازم الووتر كولنت يقول شغال. اكو طلاب مثلا يقول لك والله هو اندو وانا راح اسوي بلب ريموفال فليش اشغل الووتر كولنت؟ لا، الووتر كولنت كذلك يحافظ لك على الدنتين، يحافظ لك على قوة هذا التوث وعلى الدنتين. الاوفر ديهايدريشن والاوفر دراينس اوف ذا توث ممكن يعرض لك التوث الى كراون فراكتشر. نرجع هسه او نتجه على الايرورز اللي ممكن تصير بالانسترومنتيشن.
طبعا السيكونس وهذه الطريقه مال الانسترومنتيشن اللي اعطيناكم اياها بشابتر 2 هي مهمه. ليش؟ دائما فور بريفنشن اوف ايرورز دان ان انسترومنتيشن فيزيت، انه شلون نسوي البريفنشن؟ يو هاف تو يوز نيو انسترومنت، avoid using a blind or weak instruments أو old intracanal instrument. هاي الريمارات ما يفضل أنه تكرر استخدامها بكثرة، يعني كيس كيسين ولازم تندب. ليش؟ لأنه راح أولا تفقد الحدة مع هاي الكاتينج ايجز مالتها، و ما تسوي لك instrumentation بصورة صحيحة، بالإضافة إلى أنه ممكن إذا تعرضت إلى weakening يصير بيها fracture. فلازم تستخدم new instrument. دائما يفضل أنه بالinstrumentation تستخدم lubricant. يعني شنو lubricant؟ أكو EDTA gel. gel في أسماء تجارية هواية مثل RC Frick أو يعني اندو جل او كذا. غالبا هي هذا الجل يعتمد ويحتوي على ال EDTA. ال EDTA مثل ما شفنا بالإريجيشن، محاضرة الإريجيشن، هي ماتيريال فدويك أسيد يسوي لي سوفتنينج للدنتين بحيث انه يسهل لي عملية الانسترومنتيشن. هذا طبعا you have to follow a sequence in preparation. لازم تتدرج بالأحجام. أول حجم اللي يقطع لك الدنتين يسموه first binding size أو initial size. هذا initial size هو اللي نسوي بيه instrument، اللي ناخذ بيه working length ونبلش من عنده instrumentation. يعني مثلا دخلت بهاي القناة بسايز 30، يعتبر الانيشال سايز هو 30، اول سايز اللي يصير انجيجمنت للدنتين، يعني يوصل للأفكس وتلقى ممانعة لرفع هذا الريمر من مكانه، معناها هو اول حجم يبدأ عندك بالقطع. لذلك لما نسوي اول شيء conventional instrumentation تبعه بال 35 ثم ال 40 مثلا ثم ال 45 يطلع لك كلين وايد دنتين، والريجيشن لازم اكو بين فايل وفايل، بعدها تسوي ستيب باك تجيب ال 50 وترجع بمليم، 55 ترجع بمليم، وبال 60 ترجع مليم، وبال 70 ترجع مليم. هذا الستيب باك، بعدها تسوي الريجيشن وفايلينج موشن داخل قناة حتى تنعم السطوح، و تسوي irrigation وتسوي dryness. وهذه هي ببساطة طريقة الانسترومنتيشن الصحيحة. إذا أنت تيجي تطفر من سايز لسايز أكبر، راح السايز الجديد راح يسوي لك فد ما يسمى بالليجينج. شن هي الليج؟ الليج لما يصير step بالwall of dentine، يصير عندك فد step فد رف وقطع من الوول، من الدنتين وول، من الوول اوف ذا كانال. هذه الليج راح تشوف انه من تدخل الريمر راح يتشلب بهاي الليج وما يوصل للفول وركينج لينث، واذا تستمر بالقطع هذا الليج راح يسوي لك بيرفوريشن. لذلك احنا قلنا لازم نتبع فد خطوات. اذا كان عندك سيفير كيرفتشر دائما لازم تستخدم تعوف الستينلس ستيل، تتجه الى نيكل تيتانيوم انسترومنت، تتجه الى مور فلكسبل انسترومنت حتى تمنع هاي الليج فورميشن والكاتينج اوف ذا لاترال وول اوف ذا كانال، واللي ممكن يؤدي لك الى البيرفوريشن. البيرفوريشن بالانسترومنتيشن يتقسم الى عده اقسام، انقسم الى سيرفايكال وميد روت و أبيكال.
السيرفايكال بيرفوريشن نعامله معامله البيرفوريشن اللي يصير بالاكسس اوبننج، قلنا انه نسوي له دراينس ونخلي له سيلينج باي بايو كومباتبل ماتيريال. الميدروت بيرفوريشن كذلك التعامل مالته، وممكن نستخدم هنا الام تي اي سيلر بالاوبشريشن، تستخدم سيلر يعتمد على الام تي اي وتقدر انت تسوي سيلينج لهذا البيرفوريشن. اذا كان ايثيكال من المانجمنت مالته انه ممكن تسوي ايثيكال سيرجري، يعني ابيسكتومي. اذا انتيرير توث او بريمولر ممكن تسوي له سيرجري، تفتح فلاب وتفتح الابيكس اوف ذا توث وتسوي ما يسمى بالريتروجريد فولينج، يعني تسد الابيكس من نهايتها بالسيرجري وبعدين ترجع تخيط الفلاب. وهاي عمليه عمليه الابيسكتومي تصير انديكيتد بحالتين، اذا عندك ابيكال بيرفوريشن واذا عندك separation of instrument بالابيكال بالابيكس والابيكال ثيرد. اكو ايرور يسموه ستريبينج، يعني شنو الستريبينج؟ اوفر بريباريشن بنارو دنتين وول. هذا غالبا مثلا اذا عندك انت فد سمول روت، سمول سايز اوف روت، وتسوي اوفر بريباريشن، فممكن انه يصير عندك فتحه وبرفوريشن على البايفوركيشن اريا مثلا، والمنطقه الداخليه من الروت اذا كان نارو دنتين وول وانت سويت وايدنينج واسع للقناه، فممكن انه تسوي بيرفوريشن. علامته انه تشوف مثلا مسوي دراينس يصير البلاد على الجانب او وسط البيبر بوينت مو بنهايتها، هذا لما يكون بنهايتها معناها بليدنج جاي من الابيكس، تعتني هنا بالوركينج لين. لكن اذا كان البلاد موجود على جانب هذه البيبر بوينت فتتوقع انه اكو بيرفوريشن او اكو ستريبينج. فالستريبينج هو صاير نتيجه الاوفر وايدنينج اوف نارو روت اند سمول روت. والابيكال بيرفوريشن حكينا عليه، المانجمنت مالته يكون باستخدام بايو سيلينج باي بايو كومباتبل سيلر. و اذا ما صار هيلينج ممكن انه نسوي ابيكال سيرجري وابيسكتومي. من الاخطاء اللي تصير كذلك بالانسترومنتيشن اللي هو سيبريشن اوف انسترومنت. الانسترومنت دائما شوفوها راقبوها وشيكوها قبل ما تسوون انسترومنتيشن. لما تلقى بيها فد فلوت تكون مفتوحه بهذا الشكل انوندد، هو الانسترومنت عباره عن فد تويستد شفت، فقبل ما يصير بي سيبريشن يصير بي ان تويستنج، اكو تلقى فد سن مفتوح من الريمر. هذا من تشوف الريمر لا تسوي بي انسترومنتيشن، ليش؟ لانه بعد ما ينفتح اي ضغط اضافي راح يطق من مكانه، هذه النهايه مال الانسترومنت وتسبب لك مشكله. المانجمنت اوف سيبريشن هم تختلف حسب المكان، ممكن يكون السيبريشن في الكورونال ثيرد، ممكن يكون بالميدل ثيرد، ممكن بالابيكال ثيرد. بالنسبه لل اذا كان السيبريشن بالكورونال ثيرد غالبا احنا نقدر نسوي له ريموفال باستخدام التراسونيك تيبس. اكو فد تيب تصير بالسكيلر فراح تولد التراسونيك اكتيفيتي، باستخدام الالتراسونيك اكتيفيتي وباستخدام كذلك الريجيشن اللي يصير ويا الالتراسونيك بريباريشن
والضغط على هذه الانسترومنت انتي كلوك وايز ممكن يسوي لها ريموفال من مكانها. اذا كانت بالميدل ثيرد السيبريتد انسترومنت اكو طريقه ثانيه انه نسوي لها باي باس. يعني شنو باي باس؟ يعني تجيب انسترومنت صغيره الحجم وتقطع من الدنتين اللي مجاور للانسترومنت. ممكن انه تعبر هاي السيبريتد انسترومنت بعد ما تكمل الانسترومنتيشن الى الابكس تجيب هيد سترون فايل وتسوي الريجيشن، وبالهيد سترون فايل بعد ما تعبر هاي الانسترومنت تسحبه بقوه ممكن انه تسحب هاي السيبريتد انسترومنت. وحتى اذا ما انسحبت عندك مجرد انه الباي باس والسيلينج ابيكلي بهاي المنطقه راح يقلل من اهميه وجود هذه السيبريتد انسترومنت بداخل القناه. هذه طريقه. الطريقه الثالثه يقول لك انت اذا حاولت بالالتراسونيك وحاولت انه تسوي لها باي باس وما قدرت فتقدر تسوي فوقها اوبتشوريشن وتحذر البيشنت وتنتظر العواقب مالتها. يعني احنا نحاول انه نسوي سيل بالباقي من القناه، مثلا نصف القناه تكون تسوي لها انسترومنتيشن او اوبتوريشن بصوره صحيحه. الفراغ مال القناه اللي راح يبقى هنا بالابيكال ثيرد يقلل لك من نسبه نجاح الكيس. لكن بهالحاله ما ينصحون انه تسوي سيرجري، يقول لك انتظر سوي اوبتوريشن فوقه وانتظر وحذر البيشنت، قول له يا بابي المستقبل هذه مثلا اكو فد ما صار فيلينج لهذه وحده من القنوات بشكل جيد فلازم هذه تحت المراقبه. اي انفلاميشن بالبريفيكال اريا لازم احنا نتعامل ويا هذا التوقف. اذا كان السيبريشن بالابيكال ثيرد وبالابيكس ممكن انه بعد ما نتبع الباي باس وهاي الطرق وما قدرنا نسحبه نسوي ابيكال سيرجري. ومثل ما قلنا الابيكال سيرجري انت راح تقطع الابيكس وراح تخلي فلنج من جهه الريتروجريد فلنج من ابيكلي بالابيكال فرامن وراح تتجنب اي ليكج او مشاكل موجوده في هذا القناه. الكنال بلوكج المانجمنت او البريفنشن مالته يعتمد على الاريجيشن بتوين سايز اند سايز. هذا الكوبيوس اريجيشن دائما واليوز اوف سوديوم هايبوكلورايت اريجيشن يمنع لك الكنال بلوكج. ايش وقت يصير بلوكج؟ يصير بلوكج لما تتجمع الدبريز بالقناه اللي انت تسوي لها انسترومنتيشن. وقت تتجمع الدبريز لما انت تسوي انسترومنتيشن وما تغسل القناة، تجيب انسترومنت رأسا أكبر من هاي الانسترومنت اللي تدت تسوي بيها انسترومنتيشن، فهاي الانسترومنت الثانية راح تدفع لك الدبريز اللي ولدتها بالانسترومنتيشن إلى الأبيكال ثيرد. بس تتراكم الدنتين دبريز راح تسد لك القناة. تشوف أنه بعدها لما تريد توصل للوركينج لينث ماتك ما تقدر توصل وتلقى أنه القناة انسدت. هذا راح يضر لك الانسترومنتيشن. لذلك لازم انت بعد ما تسوي دائما انسترومنتيشن لازم تغسل القناه بالصوديوم هايبوكلورايت وتطلع الدبريز وتجيب الحجم اللي هو اكبر من عده. اكو ما يسمى بالريكابتشوليشن، ذكرت لكم محاضره الانسترومنتيشن. شنو هو الريكابتشوليشن؟ انه تجيب دائما اثناء الانسترومنتيشن تسوي نيغوشيشن by small size of instrument. الغرض من هذا السمول سايز انه تكسر اذا اكو دبريز تجمعت بالقناه تكسرها ويا الاريجيشن وتطلعها. فالريكابتشوليشن هو negotiation of the canal by smaller size instrument in order to prevent blockage and remove debris. اكو عندنا اخطاء تابعه للاوبتشوريشن. ابرز اخطاء الاوبتوريشن هي لما اما يكون عندك اوفر اوبتوريشن او يصير عندك اندر اوبتوريشن. نسال هسه احنا اذا نسال ونفكر يا هو الاكثر خطوره،
الاوفر اوبتريشن لو الاندر اوبتريشن. الانيشال فيلير يصير ويا الاوفر اوبتريشن، ليش؟ لانه البيشنت هنا اكو اريتيشن راح يصير بالفيري ابيكال اريا، فبعد الاوبتريشن البيشنت راح يشكي من الم في هاي المنطقه، ممكن يصير عنده ايميديت فيري ابيكال انفلاميشن. الاندر اوبتريشن يبين باللونج تيرم، يعني بالبدايه ما يحس البيشنت بمشكله، لكن بالمستقبل هذا الفراغ اللي بقى من القناه انفيلد يصير ملجأ لدخول بكتيريا ويصير بيها بروليفريشن البكتيريا، وممكن يصير عندي فريابيكال انفلاميشن اند فريابيكال ليجن. الاوفر اوبتريشن والاوفر انسترومنتيشن يعطيك ايميديت ساينز، الاندر اوبتريشن يعطيك ديليد ساينز اند ديليد فيلير. اكو عندنا مشاكل او ايرورز تصير بالاريجيشن. دائما احنا قلنا الاريجيشن لازم يستخدم نيدل، سبيشال نيدلز اللي هي تكون الاوبننج مالتها لاترالي على جانب النيدل. لازم النيدل لما نسوي اريجيشن ما تسوي لها انجيجمنت بداخل القناه، يعني من داخل النيدل بداخل القناه وتطخ الدنتين ترجع شوية، ودائما الاريجيشن لازم يصير سلولي. يعني اليوز اوف والسبيلج اوف اريجيشن لازم يكون سلولي على مود تسمح له يرجع للاوبننج وما ينضغط للابيكال اريا. بعد استخدام الصوديوم هايبوكلورايت لا دائما لازم نستخدم لما نريد احنا نخلي التمبراري فيلنج ماتيريال، لازم نستخدم الديستل ووتر بعدها حتى نغسل بقايا الهايبوكلورايت اللي موجوده بداخل القناه. عبور الاريجيشن الى الفيري ابيكال اريا كذلك يسوي لك اريتيشن ويسوي لك تروما وممكن يسوي لك سوالينج. شوف انه احيانا يصير عندي sensitivity ويصير عندي inflammation نتيجة عبور الirrigation للperiapical area. كذلك استخدام التربل سيرنج بقوة بداخل القناة ممكن تعبر لك air الى blood vessels والى tissues يسموه tissue emphysema، فهم يصير عندك swelling ويصير عندك تحسس ويصير عندك هذا الانفلاميشن نتيجة إذا عبر عندك الكومبريست اير إلى التيشوز أو إلى البلد فيزلز اللي موجودة بالمنطقة. فدائما يكون استخدام التريبل سيرنج في الاندو يكون كونترا انديكيت. التريبل سيرنج ننشف بها الكافيتي بالأوبراتيف، بس بالاندو عملك بداخل البالب تشامبر تحاول انه لا تنشفه باستخدام التريبل سيرنج الكومبريست اير، نشفه بالقطنايه استخدام كوتن في الليل. هذه هي ابرز يعني الايرورز اللي نشوفها بالاندو تريتمنت وطرق بعد تشوفون بالملزمه بالتفصيل شنو العلامات اللي تخص كل ايرور، شنو المانجمنت مالته، شلون نعالجه، وكذلك الـ prevention انه شلون نمنع يصير هذا الايرور. اكو سؤال شباب عندكم شيء ما واضح؟ اذا عندكم شيء ما واضح قولوا لي.